وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقلنا إن هذه المراتب هي مظاهر الشعور التي انتهى إليها العلم الحديث التجريبي حينما أرادوا أن يعرفوا وظيفة الأعضاء وتغلغل المشاعر النفسية إدراكا ووجدانا ونزوعا. النزوع هو الذي يهمنا هنا. فاكتبنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. آمنا هذا أمر يعود إليه. اكتبنا مع الشاهدين أمر يعود على الآخرين. فكأن المؤمن من حظه أو من حظ إيمانه العالي أن يؤمن لذاته ثم أن يكون وعاء ولسانا يبلغ منهج الإيمان إلى غيره، لأنه لا يكون شهيدا إلا إذا كانت شهادته امتدادا لشهادة الرسول اللي هي إيه؟ كنتم خير أمة أخرجت إيه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، مش كده؟ وهناك آية تانية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليه. الله، اذا ما دام احنا شهداء والرسول يبقى شهيد علينا يبقى الرسول يشهد انه بلغنا. فلو اخذنا الايمان من بلاغ الرسول واكتفينا به يبقى اخذنا منزله واحده، لكن اذا ما شهدنا اننا بلغنا الاخرين يبقى اخذنا الامتداد. وكل حسنه ايمانيه تظهر على من بلغنا يبقى لنا ايه؟ يبقى لنا ثوابها. فهم قالوا احنا امنا واكتبنا ايضا اننا نكون من مين؟ يعني امنا لذواتنا واكتبنا مع الشاهدين حين نحمل البلاغ الى غيرنا. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب ايه؟ ما يحب لنفسه. وبعد ذلك يعطي الحق سبحانه وتعالى بلاغ كلمة الحق وكلمة الخير بانها ايه؟ كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يبقى سيظل صاحب قولة الحق في بلاغ منهج الإيمان إلى الناس يقطف ثمار هذه الكلمة ما بقي إنسان مؤمن إلى أن نلقى الله. فاكتبنا مع الشاهدين. ولذلك جعل الشاهدين دول في يقول إيه مع النبي، فأولاك مع إيه النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. مش بس الشهداء يعني الشهيد اللي بس الشهيد اللي انقتل ده بيدي شهادة على ان ما ذهب اليه اثمن من حياته التي تركها. يبقى ده يدي له ايه؟ شهادة عملية. نعم. فاكتبنا مع الايه؟ مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله. يقول الله المسألة عجيبة. طب واحنا ليه يعني يتعجب اننا ما نؤمنش بالله؟ ازاي ما نؤمنش بالله؟ ده ايماننا بالله بيدينا الخير لنفسنا مش بيدينا الخير لمن امنا به. لا، ده بيدينا الخير لايه؟ لنفس. وما لي لا اذهب الى فلان وعنده نكرم بكذا وكذا 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 يعني ان لم اذهب فاودت على نفس الايه؟ اذا ده يدلنا على ان الايمان، يقول يا ناس اياكم ان تعتقدوا ان الايمان جاء ليحكم حرياتكم ولا ليقيد شهواتكم، ولكنه اراد ان يعلي الحرية وان يعلي الشهوة بحيث لا تأخذها عابرة تنتهي بانتهاء دنياك ولكن تأخذها خالدة ما بقيت السماوات والارض. يبقى اذا الدين جاي نفعي، جاي ايه؟ نفعي، يعني بيدي للنفس بس نفعية عاقلة، لان العاقل ياخد النفع على مقدار ايه؟ عمره. فإن كان نفع بسيط يقول له لا سيبه يكون نفع إيه؟ أكتر شوية، نفع بتقول له أخذ أكتر، طب والنفع في الدنيا يفوتني يا يفوته، تبقى ناخذ النفع له. وإحنا قلنا زمان الرجل الذي آثر على نفسه وإن كان به خصاصة، يعني حاجة ما معهش إلا 25 قرش في جيبه، وبعدين واحد قال له والله أنا يا شيخ ما اتعشيت، يوم يطلع ال 25 قرش يديها له، يقول لك يمكن أنا اتغديت وهو ما إيه؟ ما اتغداش. فآثره على نفسه وإن كان به. أيحب الذي أخذ عن نفسه؟ ده هو حط هنا 25 عشان ياخدها إيه؟
الله تبقى نفعية ولا مش نفعية؟ قلنا له غض عينك عن محارم غيرك عشان هتتمتع بكذا وكذا 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 يبقى نفعية ولا مش نفعية؟ يبقى الناس اللي عندهم حنق ما يفتكروا ان الدين جاي يقيد الايه؟ الحرية. لا، ده بيعليها، بيعلي الحرية وبينميها وبينمي الانتفاع بالنفعية بتاعتك، ان هو يحول بيننا وبين النفعية الحمقاء. احنا قلنا راجل عنده ولدين، ولد ساعة ما يصحى الصبحية ان كان ابوه علمه الوضوء والصلاة يصلي ويأكل لقمة وياخد كتب وينسى ايه على المدرسة، وولد تاني ينام يصحوه بالقوة ما يصحاش، وانغلظوا عليه وصحوه يلتفتوا لقوا طلع السكع في الشارع وقعد على القهوة وقابل مش عارف ايه. الاتنين بيحبوا النفع لنفسهم، بس اللي راح بدري كده وخد كتب وراح مدرسة اراد النفع الابقى، وده خد النفع العاجل. بعد 5 سنين ولا 10 سنين يطلع تصعلوكم من صعاليك الحياة، وده انسان له جاء ومعتد به. تبقى اذا كلها نفعية ولا لا؟ ولذلك المتنبي لما جاء قال اياكم انكم تفهموا ان مفيش حد بيحب نفسه، كلنا بنحب نفسنا، بس واحد حب نفسه فحب يديلها بقاء اطول من الحياة، فقال روح موت في الحرب عشان تبقى شهيد وتاخد حياة تانية. وواحد بيحب نفسه قال لا حافظ على الحياة دي اوعى تروح عشان يقتلوك. الله، طب ما هي كلها حب نفس بس من غير مقارنة، من غير ارى كلنا يبغي الحياة لنفسه، كلنا كده حريصا عليها مستهاما بها صبا. فحب الجبان النفس اورده التقى، يتقي الحرب، ما بيحب نفسه. وحب الشجاع النفس اورده الحرب، برضو اللي بيحب نفسه، بس ده بيحب نفسه ايه؟ حب، مش عايز الحياة المقصورة دي اللي تنتهي في اي لحظة، لا ده عايز حياة ايه؟ حياة اخلت. يبقى الدين جاي عشان كده ولا لا؟ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. طب ده احنا ان لم نؤمن نبقى فوتنا على نفسنا عجب، فالعجيب ان لا نؤمن، ويبقى ايماننا هو ده مش اللي ايه؟ مش العجيب، ده منطقي. ونطمع ان يدخلنا ربنا مع الايه؟ مع القوم الصالحين. فاثابهم الله بما قالوا، شوف شوف عظمة كلمة الحق في طغيان الطغيان والظلم، مع ان الكلمة نفسها ما توديش الجنة، يعني الكلمة لازم لها عمل بقى. قال لك لا، اصل الكلمة دي لها وزنها، الكلمة دي لها ايه؟ لها وزنها، فكل كلمة بمقامها. يكفي انه مثلا النجاشي قال لا ده مش كاتن واحدة، ويا الله، يبقى الكلمة لها ايه؟ لها وزنها هنا. فأثابهم الله، وكلمة بما قالوا كأن القول ايه؟ عملية كبيرة قوي. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. او ان هذا استمرار لاصل القصة في النجاشي، لان النجاشي ما قعدش طويل بعد ما قال الكلمتين اللي قالهم والنبي وكله عشان يجوز ام حبيبه وميت على طول، يبقى ما لحقش يعمل بايه؟ لان احكام الاسلام لم تكن قد وصلت اليه. يبقى اللي عمله كله انه امل ايه؟ انه قال بس، انه قال بس، ما تقولكش له مجال عشان يعمل هو ده. طيب مخيريق اليهودي، مظل يهودي وهو غني ومش عارف ايه، وبعدين اشرب قلبه الايمان والاسلام واسلم بالنبي، جه اليهود قال كل مالي لمحمد وانا هطلع احارب وانا في الحرب ده ايه؟ فخرج ولم يصلي لله ركعة فقتل فمات شهيدا، انتهت المسألة كلها. الله، يبقى اذا مجرد القول، لان ده هو المجال او الفرصة اللي يعطيها هو ده، يبقى هي قول ولا لا؟ فأثابهم، طيب فأثابهم الله بما قالوا، كان ربنا ما يقولش حتة بما قالوا دي، فأثابهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار، لا ده هو بده يؤكد لك بما قالوا دي علشان تفهم أن كل حركة إيمانية إنما تأخذ كمالها من عمرها، فإن لم يكن إلا القول قبل أول مجيء الإسلام وبعد ذلك آمن أناس ولم تأتي أحكام لسه في مكة أبدا،
كل الاحكام غالبا جت في المدينة، لسه يقوى ما عملوش حاجة، انما هو الايمان في الوقت ده كده، هو الايمان ايه في الوقت ده كده. فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. يبقى فيه ثواب، وسماهم ايه؟ سماهم محسنين. ليه؟ لان الحد دلوقتي ما كانش النبي دعا النجاشي إيه؟ الى الاسلام. ده لسه النبي ربنا بيقول له انزل عشيرتك الاقربين. يبقى هو كون راح للإيمان من غير أن يطلب منه ولا أن توجه دعوة، كان ذلك قبل الكتب إلى الملوك، ما تعددش الدعوة الإيمانية إلا بعد الكتب للملوك. يبقى محسن ولا مش محسن؟ ده أفسها أفسه كده قبل ما يطلب منه. نعم. ولم ساعة يأتي الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن منزلة من المنازل إيمانية، يقوم لازم يروح متعرض للمقابل عشان تبقى ايه؟ تبقى انقع في العظة. لان لما يجيب لك كده يقول الولد اللي اجتهد وابوه جاب له بدلة وجاب له عجلة وخده فسحه في الحتة الفلانية وعمل له كذا وعمل له كذا وعمل له كذا، ان سكتنا بس لحد كده ما تنفعش. انما نقول انما اللي قصر وسقط مش عارف ايه، تبقى النفس مستعدة للشيء ولايه؟ ولمقابله ولايه؟ ولنقيض. ولذلك تجد التقابل دائما كده، يجي اهل الجنه يجيب اهل النار، يجيب اهل النار يجيب اهل الايه؟ عشان يدي مع مساله الايه؟ التقابل. والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم. واحنا عارفين ان كلمه صاحب وصحبه واصحاب تدل على الملازمه. والملازمه دي اختياريه ولا قهريه؟ ابدا اختياريه. انا صاحب واحد بالقهر عني ولا هذا اختياري انا؟ الله. طب واصحاب الجحيم تبقى معناها ايه؟ ده عاشقين بعض، هو والنار عاشقين بعض. عاشقين ايه؟ عاشقين بعض. فستلازمان ملازمة الصاحب للصاحب اللي باختياره. يا ايها الذين امنوا. احنا بقى نلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى يبقى يتكلم عن المشركين ويتكلم عن اليهود ويتكلم عن الايه؟ عن النصارى. وبعدين بعد ما يسوينا حالتنا النضج الايماني دي يبتدي يقول لنا بقى على الاحكام، يبتدي يقول لنا على الايه؟ بعد ما ينفض اذهاننا من الايه؟ من المخالفين ومن مناهج المخالفين. واحنا قلنا ان في اول الصورة سماها آية ايه؟ العقود. اوفوا بالعقود، اما ان تكون عقد ايماني، وعقد الايمان دي يتمرد على ما يقولوه المشركون، تمرد على ما يقولوه اليهود، تمرد على ما يقولوه النصارى، وبعد ذلك نقول لهم الايه؟ الاحكام. تقوم تلاحظ الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم اول وفاء بالعقود، ام قال لك يا اخي ما دام عايز توفي بعقد يبقى يلزمك حركه، مش كده؟ الحركه دي عايزه ايه؟ عايزه استبقاء حياه. استبقاء حياة يبقى بايه؟ يبقى بالاكل والشرب، مش كده؟ لذلك جاب لنا احلت لكم بهيمة الانعام. الله بده ايه بقى الوفاء بالعقود يتطلب ايه؟ حركة. والحركة تتطلب استبقاء ايه؟ استبقاء حياة. يبقى لازم ايه؟ فقال احل ايه؟ وبعدين هيقول حرمت، يبقى قال لنا اللي حلله واللي ايه؟ واللي حرم. ساعة ما يقول اللي حلله واللي حرمه نقوم نقف هنا وقفة. معنى أن يحلل الله شيئا من أجناس الوجود وأن يحرم شيئا آخر من أجناس الوجود، لسائل أن يسأل بعقلانية كده يقول لك ما دام حرمه يبقى عامله ليه؟ ما دام حرمه يبقى عامله ليه؟ قال لك اهو انت بقى بتغفل عن حاجات كتيرة قوي حتى انت بتعملها. ازاي؟ قال لك انت ساعة تصنع مثلا آلة او ماكينة او اي حاجة، الماكينة دي في عرفنا يقول لك مثلا موتور الطيارة ولا مش عارف محرك الطيارة يبقى لازم له بنزين ايه؟ عالي نمرة كذا، والسيارة يبقى كذا، والنقل والبتاع تبقى ديزل. الله. اذا هو مصمم الايه؟ التصميم على ان ده ينفع وقود لها
وده ما ينفعش. بنلاقي لو حطيت للطيارة الديزل بس ما تدورش يا ريت. الله. اذا اللي مصمم الانسان مصمم له اشياء تنفع استبقاء لحياته ووقود لحركته. فان حاولت تدخل دي نقول له يا اخي ده انت في صنعة البشر ما تقدرش. ما تقدرش تحط الزيت مطرح البنزين. ما تقدرش تجيب الوقود ده لحطه دي. ما يمكنش ما تعرف. ما على طول تفسد الالة. فاذا كنت انت انسان ساعة ما عملت الالة اخترت لها الوقود اللي يديها الطاقة ويديها الاستبقاء. ما تسمحش للي خلقك انه يديك الوقود اللي يديك الطاقة والاستبقاء. ايه الحكاية بتاعتك دي؟ انت ليه ما بتعاملش ربنا زي ما بتعامل نفسك؟ طيب تعالى بقى. لما جه وقال ما تحطش في الطيارة السولار ولا الديزل عشان تفسدها. السولار والديزل ده مخلوق لحاجة تانية ولا لا؟ يبقى ما ينفعش بس وقود لك، انما قد ينفع لوقود حاجة تانية. والعالم متركب تركيبة. يقول لك يا اخوة ما دام الصم بتلدع الحي يقوم ربنا يرغم الانسان ان يجد فيه ميكروبات ما يمكنش يقتلها الا السم. تبقى دي جاية علشان دي، مش جاية عشان تاكله بقى، انما جاية عشان تموت حاجة تانية. ولذلك تجد الغابة تلتفت ديه بياكل ده وياه ده بياكل ده وده بيعمل دي وده بيعمل مش عارف ايه وده بيعمل ايه. الله. مسألة ايه؟ طب ده انت تشوف التمساح نايم وفتح بقه كده على الشط، وبعد ذلك يجي له طيور متعدده وهو فتح بقه ليه وعماله تاكل من الايه؟ من بقه. بتاكل من بقه دي بتنقله كل الميكروبات، انما عالي الميكروب هنا غذاء ليه. ولذلك ساعه ما يجي التمساح تحدد حياته باي صياد واي اي حاجه الذي ينبهه الطائر يروح عامل صوت كده يقوم التمساح هو مصدر قوته. الله. فدي تاكل دي ودي تاكل دي ودي تاكل دي ودي تاكل دي. فربنا بيقول لك انت انسان اعلى، انا عامل الاشياء دي لاشياء تخدمك. انا ساعة ما باجي الكبس النور اعمل الزرار كده يتولع النور. انا ما اعرفش وراء هذه الحركة ايه اللي بيخدمها. بتخدمها حاجات كتير قوي. شحن وزيت وبنزين والات ووسخات طلعة ومش عارف ايه. هل انا اجي اخد الحكاية دي اعملها اقول له لا دي بتأدي لك دي. فلما تشوف حاجة ربنا قال حرمها وان ما تقولش خلقها ليه؟ لانها بتخدم دورة الحياة اللي انت بت ايه؟ كانوا يقولوا ايه ابو اردان ده عويل ونضيف. يمكن ما شفتوش انتوا ابو اردان. ابو اردان طائر ابيض كده كان يبدأ في الريف ساعة ما يجي يروي الارض يقوم يجي ينصف كده صف واحد على الايه؟ على المية كده. يوم من عدم بالمبيدات كترة الدودة. هو كان قاعد بمنقار قدام البتاعة كده عمال بس الله. يبقى كل حاجة لها ايه؟ لها حاجة. ما تجيبش تنقل الوسيلة وتعملها غاية. ففيه كثير من الاشياء هي وسائل انما ما تنفعش غايات. فربنا قال لك لا، خد اللي انا عايزك تنتفع به مباشرة وسيب الوسائل الى ما الى ما تنتفع به ما تقدمش ليها. خنزير مثلا، طب وخلقه ليه ما دام محرمه؟ وانت عارف الخنزير ده بيعمل ايه؟ ده هو اللي بياكل ميكروبات الدنيا دي كلها. مخلوق لكده. انما عشان تاكله انت لا، ما تنقلش الايه الوسيله الى ايه؟ الى غايه. يبقى خلي الوسيله ايه؟ وسيله. وخلي الغايه من اللي يقول لك اللي صنعك. ولذلك اهي دلوقتي كل يوم ربنا يدي للاسلام قوة تأييد. من مين؟ مش من مسلمين، من خصوم الاسلام. اهو شوف دلوقتي المشغولين بايه؟ باحصاءات. وعلم الاحصاء ده بيخدمنا احنا كتير. احصاءات علشان تشوف الامم التي تستهلك كمية الخنازير والخمر. وتشوف الامراض والاشياء اللي عندها. فانتهت الى ان الامم اللي بتاكل خنزير هي اللي بتصاب بتشمع الكبد. هل كنا ناخر بقى
الائتمار لله باننا ما ناكلش خنزير لحد ما تنشأ المعامل عشان يعملهم؟ لا، ده من الاول. يبقى ربنا بتحريمه وبإيماننا بهذا التحريم منعنا من ايه؟ من متاعب التجربة الى ان تثبت. والكفار اللي ما امنوش بكده يعملوا العملية دي وبعدين تضطرهم الظروف يعملوا ايه؟ وبعدين برضو التليف الكبد والخمر. اذا فكل شيء سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. كل يوم تنشأ آية علشان تبين لنا، يقوم احنا يجب ان نأمن الله على تشريعنا. قال كله ده ولا تكلوش ده. ما تقولش ده خلق ليه، يقول له ده خلق وسيلة مش غاية. خلقوا ايه؟ وسيلة مش غاية. وإلا فالوسيلة اللي البنزين اللي بيخليك تركب ويوديك البتاع تشربه بقى، لا يا اخويا ده جاي وسيلة اللي تركبه بس، انتهت. اوعى تشربه بقى. يبقى اذا انا خلقت خلق كتير، ولكن انا اقول لكم ده ايه؟ دي تاكلوه وتذووه، ده ما تاكلوش، ما تقعدوش تقلبوا الايه الحكاية. شيء حلال انتوا تحرموه وشيء حرام انتوا تتناولوه. الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ يا سلام، قل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، انتم مالكم مال الحكاية دي؟ انا اللي خالق وعارف ايه اللي يبقى حرام وما تعملوش. انتم بقى تقوموا انتم تيجوا للايه؟ ما جعل الله من ايه؟ من بحيرة. انتم بتحرموا البحيرة وبتحرموا السائبة وبتحرموا الواصلة وبتحرموا الحال. هو انا انزل ارزاق تقوم انتوا تقولوا ده حرام وده حلال؟ انا اللي اقول، انا اللي خلق الاله وخلق الاشياء، اقول ده ينفعها وده ما ينفعهاش، ما تتدخلوش انتوا. وبعدين تجعلوا منه حرام وحلال، انا اللي اقول ده حرام وحلال. ما جعل الله من بحيرة. اقول الناقه اهي بيشق ودنها ويقول لك ما حدش يتعرض لها. ليه يا حبيبي؟ ما تعرضش لها ليه؟ ده هو ربنا خلقها عشان ناكل منها وناكل. قال لك لا، اصل دي جابت اربع تبطن انثى وبعدين جابت خامس ذكر، فنقول كتر خيرك بقى حد ونشق ودنه ونطلقها كده في المراعي، لا تركب ولا تحلب ولا تمنع عن مرعى لاي احد، ولا تمنع عن ماء، عشان تبقى لمين؟ للالهه. الالهه مين اللي بيستفيد منها؟ الكهن. والسائبه هو يتطوع كده بايه ويقول لك دي انا هسيبها كده ايه، ما حدش يركبها ولا يحلبها مش عارف ايه. قال لك ما جعلش ربنا. طيب والوصيله كان اذا جابت انثى يربوها، وان جابت ذكر يذبحوه ياكلوه. خلام على الاول، لان الانثى وعقل التناسل والذكر يكفي لبيه. فلما تيجي تجيب ذكر وانثى يقولوا ايه؟ وصلت الانثى اخاها. يوم ما ما ما, ما يذبحوش الذكر، كمنه جه ويا مين؟ ويا الانثى المستبقيه. يقول لك ما دام طلعوا ببطن واحده كده وهنذبح الانثى، ناكل نربي الانثى ونذبح الذكر، لا وصلت ايه؟ اخاه. الله. وبعدين الحال يقول لك الفحل اللي هو الطلوقه ان قعد جاب 10 ابطن بعد، يقول له والله كتر خيرك بقى، يبقى حمى ظهره. قال انا رب انا ما جعلتش هذه الاشياء. وبعدين تروحوا تحللوا الايه؟ اشياء اخرى. انا محرم الميتة، يمكن تاكلوا الميتة. محرم المنخنقة، يمكن محرم الدم، تاكلوا الدم. ايه المخالفات دي؟ ما تسيبوني احلل واحرم. انا رزقتكم رزق، بس الرزق مرة يكون مباشرا ومرة يكون غير ايه؟ فلا تجعلوا غير المباشر ايه؟ مباشرا. مفهوم؟ قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه ايه؟ هلا انتوا اللي بتعملهم، لا انا اللي بعمل. فجت الايه تقول ايه بقى يا سيدي؟ الله. الله. يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل لكم، ما احل الله لكم. لا تحرموا طيبات
ما احل الله ايه لكم. يبقى اذا امر التحريم والتحليل موكول الى خالق الآلة الانسانية، لا تتدخلوا فيها ابدا. التدخل يكون باي شيء، بقول لا تحرموا طيبات التي احلها الله لكم. تحرموا بايه؟ اوعى تعتقد انها حرام، وما دام ما تعتقدش انها حرام اوعى تقول انها حرام، خلاص؟ اوعى تحرمها على نفسك بالفعل. يبقى كم مرحلة هنا؟ لا تعتقد انها حرام طيبات، ولا تقول انها حرام، ولا تمتنع عنها لانها حرام، ولا تفتي بها على انها حرام، ولا تجعلها نذرا لطاعة تحرم بها ما احل الله. يعني ما تقولش انا نذرت لله اني ما اكلش مثلا اللحمه البتيل، نذرت لله اني ما اكلش للبرتقال. تقول له ده ما دام حلال يبقى النذر ده ما ينفعش، ده ربنا عاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يعلمني لما تحرم ما احل الله لك. انت تعرف عني؟ يبقى حتى ولا النذر. يبقى لا تحرمه تنصب الى كم شيء، لا تعتقد، وان لم تقل ما تجيش بينك وبين نفسك دي تعتقد ان الشيء ده، ولا تقولها، ادي واحد، ولا تمتنع عنها لانها حرام، ولا تفتي، ولا تنذرها حتى. لا تحرموا طيبات ايه؟ ما احل الله لكم. الله. لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. الاعتداء هو ايه؟ ان تتجاوزوا الحد فيما حرم او فيما حرم. ان الله لا يحب المعتدين، اي يحب من يقف عند حدود الايه؟ عند حدود الله. بس مره يقول لك ما تعتدوش، تلك حدود الله فلا تعتدوا. يعني ايه فلا تعتدوها؟ يعني ما تقف عندها ولا تتعداها. طب في آية تانية يقول لك تلك حدود الله فلا تقربوها. يبقى اذا في مرة يقول لا تعتدوها، ومرة لا تقربوها. في المنهيات لا تقرب، وفي المحلات لا تعتد. كيف عند المحلل ولا تعديش، انما عند المحرم ما اقولكش ما تعديش، ما تقربش منه، لان من حام حول الحمى يوشك ان يواقعه. ولذلك لما جه قال اجتنبوا ايه؟ الرجس من الاوثان اجتنبوه، والخمر برضو والميسر اجتنبوه. ليه اجتنبوه؟ ما قالش ما تعملوش ليه؟ ام قال لك لان لما تبقى كده قريب منها يمكن نفسك تحدثك به، لكن لما تبقى بعيد عنها ايه؟ يبقى تتقي الايه؟ تتقي الشبهات. والى لقاء اخر ان شاء الله.